بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي التلاميذ، مرحبا بكم في التمرين السادس من سلسلة التمارين المتتاليات العددية. إذا التمرين السادس سنشوف إن شاء الله فيه التمرين التالي لتكون المتتالية العددية UN المعرفة بحدها الأول U0 والعلاقة UN بلس 1 تساوي UN على جوز زائد UN مربع. إذا السؤال الأول بين أن UN أكبر من صفر لكل N تنتمي إلى N، إذا يعني بين أن UN مصغورة بالعدد صفر. إذا يمكن أن يطرح السؤال بهذا الشكل، بين أن UN مصغورة بالعدد صفر أو بين أن UN أكبر من صفر. إذا هذا النوع من الأسئلة دائما تستعملوا فيه طريقة البرهان بالترجح. إذا لنبين أن UN أكبر من صفر، من أجل أن كتساوينا صفر لدينا U صفر تساوي واحد، إذن U صفر أكبر من صفر، إذن واحد أكبر من صفر. نفترض أن UN أكبر من صفر، ولنبين أن UN زائد واحد أكبر من صفر. إذا حسب الآخر فUN أكبر من صفر، إذا لدينا UN أكبر من صفر، أي أن UN مربع زائد جوج أكبر كذلك قطعا من صفر. عدد موجب المقلوب ديالو دائما تبقى موجب، لأن واحد على جوج زائد UN مربع كتبقى موجب. أنا خصكم تنتبهوا، فدائما إلا كان عندنا أكبر من صفر فواحد على أ أكبر من صفر. نفس الشيء بالنسبة للعدد السالب أصغر من صفر، فالمقلوب ديالو دائما سالب. إذن وكذلك عندنا UN أكبر من صفر، إذن UN على جوج زائد UN مربع أكبر من صفر، أي أن UN زائد واحد أكبر من صفر، وبالتالي الافتراض صحيح، وبالتالي UN أكبر من صفر لكل N ينتمي إلى N. السؤال الموالي، أثبت أن، إذا السؤال جوج لإثبات أن UN على UN زائد واحد أكبر من واحد مهما يكون N ينتمي إلى N. إذن هنا غادي نحسب الخارج هذا. إذن عندنا UN على UN زائد واحد، إذن UN على UN زائد واحد ماذا يساوي؟ إذن عندنا UN وكنعوض UN زائد واحد بالقيمة ديالها اللي هي UN على جوج زائد UN مربع. إذن غادي نضربو في المقلوب باش نبسطو الكتابة، هي UN في جوج زائد UN مربع على UN. إذن هنا غنختزلو UN، غتبقى لي جوج زائد UN مربع، وحنا بطبيعة الحال كنعرفو بأن UN أكبر من صفر، يعني UN أكبر من صفر. إذن جوج زائد واحد أكبر من صفر زائد جوج، إذن جوج زائد UN كاري أكبر من اثنان، واثنان أكبر من واحد، بالتالي UN على UN زائد واحد أكبر
من العدد واحد لكل آن ينتمي إلى آن. السؤال الموالي، قالوا لنا استنتج رتابة المتتالية. إذا هذا كان سؤال جوج ألف، هذا السؤال جوج باء. إذا الرتابة المتتالية، إذا قالوا لي استنتج، يعني غادي نشوف غير في الأسئلة اللي قبل، السؤال اللي قبل مباشرة لقينا بأن UN، بأن UN على UN زائد واحد أكبر من واحد. إذا إلا درنا المقلوب بهذا الكتابة هذه، فغيعطينا UN زائد واحد على UN أصغر من واحد. وحنا سبق لنا باش بينا بأن UN عدد موجب، إذا يمكن لي نضرب في UN في الطرفين المتفاوتة غتجيني UN زائد واحد صغر من UN، وهذا تعني بأن المتتالية تناقصية. إذا UN متتالية تناقصية. سؤال ثلاثة، إذا 3000 قالوا لنا بين، إذا لنبين أن UN زائد واحد أصغر من واحد على اثنان UN. إذا هنا يمكن لي نبسط هذه الكتابة هذه، طبعا حنا مهما يكون N كتنسمي الآن هنا، يعني خصنا نبينو بأن UN زائد واحد على UN أصغر من واحد على جوج، يعني خصنا نبين بأن UN زائد واحد على UN ناقص واحد على جوج أصغر من صفر. إذا غنحاولو نعوضو بـ UN زائد واحد على UN، سبق لينا باش حسبناها. إذا UN زائد واحد على UN، غنعوضو UN بالقيمة ديالها اللي هي UN على جوج زائد UN مربع، هادشي كامل على UN ناقص واحد على جوج، وغنحسبو هاد التعبير هذا وخصني نلقاه سالب. إذا هنا غادي نضرب في المقلوب ديال المقام، إذا غتجيني UN على جوج زائد UN مربع مضروبة واحد على UN ناقص واحد على جوج. إذا هنا غنختزلو بـ UN، غيبقى لينا واحد على جوج زائد UN مربع ناقص واحد على جوج. إذا هنا غادي نحاولو نوحدو المقامات. إذا المقام موحد، وجوج عامل جوج زائد UN مربع، وغادي نضربو في، إذا نضربو، إذا هنا جوج ناقص، وهنا جوج ناقص UN مربع. إذا هنا مشات جوج مع جوج، قالت لينا ناقص UN مربع على جوج عامل جوج زائد UN مربع. وهذه بسهولة يمكننا نحدو الإشارة ديالها. إذا عندنا UN مربع موجب، يعني مضروبة في ناقص، إذا هذا عدد سالب، والمقام عدد موجب، إذا العدد كامل هو عدد موجب، وبالتالي UN زائد واحد على UN أصغر من واحد على جوج، أي أن UN زائد واحد أصغر من واحد على جوج. إذن دائما خصنا نرجع للصيغة اللي تتعطى. إذن مهما يكون أن كتنتمي الآن، ف UN زائد واحد أصغر من واحد على اثنان. في آخر سؤال اللي هو السؤال ثلاثة باء، قالوا لنا أثبت، لنثبت أن UN أصغر من واحد على اثنان N، مهما يكون N
كتنتمي الآن؟ إذن هذا السؤال سهل، يعني عادة غنستعملو هذا السؤال هذا اللي قبل منه، سبق لنا باش خدمنا أسئلة بحال هذه. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ عادة غادي نحاولو ناخدو نعطيو قيم الآن. إذن إلا عطينا مثلا الآن، نبداو بالقيمة الأولى إلا عطيناها الآن زيرو، فغتجينا أي واحد. إذن نعوضو في هذا التعبير هذا، هذا التعبير هذا. إذن غتجينا أي واحد أصغر من واحد على جوج يو زيرو، نعطينا الآن واحد. إلا عطيناها جوج غتجينا يو جوج صغر من واحد على جوج يو واحد. إذا كيمكن لي نعطيها مجموعة من القيم حتى الواحد يو أن ناقص واحد، غادي تجينا هي صغر من يو أن ناقص جوج، وهنا يو أن صغر من واحد على جوج يو أن ناقص واحد. إذا هنا نضرب طرفي المتفاوتات طرفا طرفا. إذن هنا ضربنا الطرفين المتفاوتات طرفا طرفا، غنلقاو يو واحد في يو جوج حتى يو ان أصغر من يو واحد على جوج يو زيرو، نضربها في واحد على جوج يو واحد. إذا هنا إلا شلنا مزيان فغنلقاو عندنا مجموعة من الاختزالات. إذا غنختزلو غير مشينا يو واحد مع يو واحد، يو جوج مع يو جوج، يو ان ناقص واحد غتمشي مع يو ناقص واحد، هذه كذلك غتمشي مع العدد اللي قبل منها. إذا شنو غادي يبقى لي في الأخير؟ يعني في الطرف الأول غتبقى لنا فقط يو ان، وفي الطرف الثاني غتبقى لي داك واحد على جوج نضربها في واحد على جوج نضربها في واحد على جوج. خصني نعرف شحال عندي من واحد على جوج. إذا هنا باش نعرف غنجي لهاد الانديس هذا اللي عندنا هنا، ان ناقص واحد زائد واحد، باش نعرف عدد الحدود أو عدد العوامل. إذا هو ان عامل، إذا هذه واحد على جوج الكل أس ان، إذا يعني هي واحد على جوج ان. وهنا في هاد الحدود غتبقى لنا في هاد العوامل غتبقى لنا يو زيرو فقط، لأن الجوج الآخرين غنختزل بها. إذا و يو زيرو هي واحد، إذا يو ان أصغر من واحد على جوج ان، لكل ان ينتمي إلى ان. إذا وصلنا لنهاية التمرين. ما تنساوش إلا استفدتم الفيديو تبارطاجوه مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالملاحظات ديالكم، التساؤلات ديالكم، ودمتم في رعاية الله.